والآن نبقى مع أبرز ما اخترناه من الصحف، والبداية مع صحيفة الجمهورية التي كتبت في المعشات: أبلغ مسؤول أممي الجمهورية قوله ردا على السؤال: المجتمع الدولي يراقب عن كثب مسارات التحضير للانتخابات النيابية ويريد أن تجري في الموعد المحدد في أجواء من الاستقرار والحيادية الكاملة من قبل السلطات اللبنانية، وترك الشعب اللبناني يعبر عن توجهاته بكل حرية بعيدا من أي خطوات أو مداخلات أو ممارسات وضغوط تضعها موضع شك في نزاهتها وصدقيتها وشفافيتها. وأي خطوة لتعطيلها هي خطوة مدانة مسبقا من المجتمع الدولي، وقد سبق لكل المستويات الدولية أن وجهت تحذيرات بهذا المعنى إلى المسؤولين اللبنانيين بأن تعطيل الانتخابات سيلحق ضررا كبيرا بلبنان ويفاقم أزمته أكثر، وسيقابل برد فعل دولي شديد القساوة وعقوبات غير مسبوقة على المعطلين ومن يماشيهم في توجههم هذا. وكشف المسؤول الأممي أن ندرس جديا إرسال مراقبين للانتخابات في أيار، والقرار في هذا الشأن قد يتبلور خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وردا على سؤال: تجنب المسؤول الأممي ربط المساعدات للبنان بشكل المجلس النيابي الذي سيتولد عن انتخابات أيار، واكتفى بالقول: ما نراه ضروريا جدا هو أن تجري الانتخابات في موعدها. تفاصيل أكثر في الجمهورية. ننتقل إلى الأخبار. كتبت رجانا حمية: عنايات الأطفال لا أطباء ولا تجهيزات، مقتطف من هذا المقال الطويل والمهم جدا. في كل مرة يموت فيها طفل داخل مستشفى يعود السؤال عن غرف العناية الفائقة المخصصة للأطفال إلى الواجهة. اليوم يوجد في لبنان أو في 127 مستشفى خاص و32 مستشفى حكومي 72 سرير للعناية الفائقة للأطفال، تتركز في غالبيتها في بيروت وجبل لبنان. جزء كبير منها متوقف عن العمل بسبب عدم القدرة على تأمين أقل الاحتياجات. أيضا في تقريرها تقول رجانا حمية: رغم السوداوية كما يصف مدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة دكتور جوزيف حلو الواقع، رغم سوداوية هذا الواقع، إلا أن الأزمة في العنايات الفائقة للأطفال ليست أزمة غرف بقدر ما هي أزمة طواقم طبية وتمريضية متخصصة في مجال العناية الفائقة بالأطفال ومستلزمات طبية وأدوية. يضيف: من السهل بناء الجدران، أما الصعب فهو تأمين الأطباء والممرضين، وهم في الأصل أقلية إذ لم يكن يتعدى عددهم 15 طبيبا، متخوفا في الوقت نفسه من الهجرة التي يمكن أن تكون الأزمة الأخيرة قد أحدثتها. أما كيف تتم معالجة الخلل؟ بحسب الحلو، الأطباء المتواجدين غالبا ما يخدمون في أكثر من مستشفى لتغطية هذا النقص، ولئن كان في ذلك مشقة إلا أن مساعدي الأطباء والمتدربين يسهمون بعض الشيء في التعويض، إلا أن ذلك لا يمكن تطبيقه على الممرضين والممرضات إذ إن النقص هنا أكبر. ففي الوقت الذي يحتاج فيه كل طفل إلى ممرض لا تقدير في مستشفيات لبنان للعدد، وتسير الأمور بالتدبير. تفاصيل أكثر في هذا المقال الذي تختمه بأن رجانا حمية: يخسر الأطفال في كثير من الأحيان معركتهم مع الحياة، خصوصا عندما يصل قطاع العنايات الفائقة لا يأكل من حاله. يختم: هذه أزمة ليست حكرا اليوم على مستشفى دون آخر. إلى مقال في الأخبار: الفاتيكان لبكركي، حزب الله لبناني حاوروه. كتب وفيق قنصو: بحسب معلومات الأخبار جرى بحث معمق بين رئيس الجمهورية ومسؤولي الفاتيكان في موضوع المسيحيين في الشرق وكيفية تجذرهم فيه، خصوصا بعد موجة التهجير التي تعرضوا لها في العقدين الماضيين. وكان الاتفاق بين الطرفين تاما على أن حماية المسيحيين لا تكون بعزل أنفسهم عن بيئاتهم ومحيطهم ولا باستجرار التدخلات الخارجية، إنما بالحوار والتواصل مع هذا المحيط. وهو ما أكده البابا بقوله: إن لبنان بجميع أبنائه المسيحيين والمسلمين لا يجب أن يتخلى عن قيم الأصالة القائمة على الاحترام، وما ينطبق على لبنان ينسحب بطبيعة الحال على كل مسيحي الشرق. في سياق دعوة الحوار هذه
أكدت مصادر الأخبار أن موقف الفاتيكان متقدم جدا بضرورة أن يكون هناك حوار عميق مع حزب الله، ورغم الإقرار بأن هناك خلاف فيما يتعلق بمسألة السلاح من منطلق أنه لا ينبغي في أي دولة أن يكون هناك سلاح خارج سلطة هذه الدولة، إلا أن الفاتيكان خلافا لمن يصفون الحزب بأنه يمثل ذراعا إيرانية يعتبر أن هذا السلاح هو في أيدي مجموعة لبنانية تشكل جزءا من النسيج اللبناني، لذلك يجب أن يكون الحوار في هذا الشأن حوارا داخليا وليس مع قوى خارجية. المصادر نفسها أشارت إلى أن الفاتيكان أبلغ عبر الطرق المعتمدة البطريرك الماروني بشارة الراعي بضرورة رجلجة الخطاب فيما يتعلق بالعلاقة مع حزب الله على قاعدة إعادة التواصل، وأن القطيعة أمر غير محبذ حتى لو كان هناك اختلاف في وجهات النظر. في هذا السياق أشار مسؤولون إلى أن الفاتيكان لا يحبذ كل الخطوات أو محاولات الضغط الدولي للخربطة الإقليمية، وهو مع تثبيت الحوار مع إيران كدولة ومع أخذ مصالح هذه الدول في الاعتبار وطمأنتها ومراعاة وضعيتها واستقرارها. نختم مع نداء الوطن. كتبت نداء الوطن: لا وعد بزيارة بابوية إلى لبنان خلافا لما ذكر أعلام الرئاسة. بيان الفاتيكان الصريح والدقيق يخيم أمنيات البيان الرسمي. اللافت أن نداء الوطن في خاص نداء الوطن أجرت مقارنة بين ما صدر فعليا من الفاتيكان وما أصدرته رئاسة الجمهورية مرة جديدة، وعن سابق تصور وتصميم يضع العهد نفسه ولبنان في حرج شديد في طريقة التعامل مع حاضرة الفاتيكان. فهناك أصول معتمدة تقاس على المسطرة في كيفية التعامل الدبلوماسي والزيارات الرسمية أو الخاصة والبيانات التي تصدر بعد كل اجتماع. مرة جديدة يجتهد فريق رئيس الجمهورية وميشيل عون ويدرج في البيان الرسمي كلاما منسوبا إلى المضيف. تقول اللياقة إنه هو من يتكلم عن نفسه، وإذا أراد الضيف أن ينقل موقفا أو كلاما معينا الواجب والاحترام يتطلبان التنسيق بشأنه مع المضيف، لا التنطح وإصدار بيانات فيما من المطولات ما أنزل الله بها من سلطان. بيان الكرسي الرسولي في ختام هذه المقاربة التي أجرتها نداء الوطن: هذا البيان لم يتضمن أي كلمة عن لقاء البابا وعون، اكتفى بالقول إنه لقاء خاص ومع بارولين، تركيز على الانتخابات النيابية والإصلاحات وكشف الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت كما يطالب أهالي الضحايا، أي إن الكرسي الرسولي يصطف إلى جانب المقتولين لا القاتلين الذين يمعنون أو يمنعون الحقيقة من الظهور. الأهم أنه لا ذكر على الإطلاق عن وعد بزيارة بابوية إلى لبنان خلافا لما ذكر مكتب إعلام الرئاسة. تفاصيل أكثر عن هذه الزيارة، عن معلومات لهذه الزيارة، معنا مباشرة عبر تطبيق زوم الصحفي آلان سركيس. صباح الخير آلان. صباح الخير كلارا. اليوم حضرتك كاتب مقال بما خص الانتخابات لابد من ذكر عنوانه: بسيل وسيناريوهات الانتصار والهزيمة، الفوز مش تحصيل حاصل. ولكن اليوم نركز معك وبحكم معلوماتك واختصاصك أيضا في موضوع البكركي والشأن المسيحي والفاتيكان عما ورد في لقاء رئيس الجمهورية في الفاتيكان، لقائه بالبابا، لقائه بعدد من المسؤولين في الفاتيكان. الأخبار اليوم ترد في عنوان كبير بضرورة محاورة حزب الله، تحديدا رجلجة الخطاب فيما يتعلق بالعلاقة مع حزب الله. إلى أي درجة بنداء الوطن المعلومات تتحدث فقط عن البيانين، وهذه المعلومات عن البيانين تناقض بيان رئاسة الجمهورية للبيان الفاتيكاني؟ البداية مما جرى في الفاتيكان، لأي درجة هناك توجه من الفاتيكان لحث رئاسة الجمهورية ولبنان للحوار مع حزب الله ورجلجة هذه العلاقة؟ نعم آلان سركيس معنا، يبدو أنه ما في صوت أو هناك. إذن آلان هل تسمعني؟ نعم نعم تفضل. يعني أكيد زيارة الفاتيكان مثل ما كنا عارفين أنه هي زيارة رئيس جمهورية لبنان لحاضرة الفاتيكان، لا إلى أي أبعاد سياسية ولا إلى أي دلالات سياسية. هلا عم بيجربوا يستثمروها بالداخل وانه هيدي الزياره هي من اجل دعم مثلا مسيره العهد او دعم او انجاز جديد
بيضاف انه يبدو انه كمان صار عنا عطل بالكونكشن للاسف. اذا فينا نقدر نتواصل لانه الكونكشن عاطله يبدو. الا عم تقدر تسمعني؟ نعم. نعم انا ما كثير قدرت سمعت لانه صار في عطل بالانترنت، اذا فينا نرجع نعيد الفكره. نعم، يعني زيارة الفاتيكان هي زيارة مثل ما كنا عم نقول، هي زيارة رئيس دولة لحاضنة الفاتيكان. البعض عم بجرب للأسف، إذا فينا ناخده اتصال لنقدر للأسف. نعم كمان على ذات الفكرة عم ترجع تقطع الصحفي ألان سركيس. نعم بالنسبه للشيء اللي عم بيصير بالفاتيكان، اكيد العهد جرب يستثمر هالشيء ويقول انه اول شغله انه البابا جاي على لبنان. نعم. وعده بالزياره قريبه، بينما مش مزبوطه هيدي القصه، ما في وعد. اكيد البابا باي وقت بيتمنى يزور لبنان، هيدا بالشق الرعوي للزياره. هلا بالشق السياسي اذا فينا نقول، نعم. ابدا ما كان في، يعني طلع حكي كمان هون انه الفاتيكان عم يطلب حوار بين البطرك وحزب الله، الفاتيكان عم يطلب مثلا هيك بنروح على حلف اقليات، الفاتيكان عم يطلب انه يعني عشوائي رح يعملوا البابا مثل ما عملوا قبل بوتين ابو علي بوتين. مش مزبوط كل هالحكي اللي عم يطلع، الفاتيكان عنده مطالب كثير واضحه من العهد ومن كل المسؤولين اللبنانيين وعلى راسهم رئيس الجمهوريه. اول شغله يستمعوا لصوت الشعب، الشغله الثانيه يستمعوا لصوت يبلشوا بالمطالب الاصلاحيه، واهم شيء يروحوا على انتخابات نيابيه، لانه كمان دوائر الفاتيكان عارفه انه في افريقيا عم تجرب تعرقل الانتخابات النيابيه. نعم. من هيك كل العناوين اللي عم تطرح من حلف اقليات لدعم حزب الله، لحوار لحزب الله، لدعم عهد، لانه البابا جاي على لبنان، لكل هالامور هيدي تضييع للب المشكله. الاساس بزياره البابا الرئيس للفاتيكان هو اللي طلع بالبيان، وخصوصا خلال لقائه مع بارولين، هو انه روحوا اعملوا اصلاحات، استمعوا لصوت الشعب واعملوا انتخابات نيابيه، لا في حلف اقليات ولا حلف اكثريات ولا من كل هذا الحكي. واكيد نرجع نقول انه اليوم في افلاس سياسي بالبلد وفي افلاس للعهد مثل ما انه صاير، وكل واحد عم يجرب وكل حدث عم يجربوا يستغلوا، بينما الحقيقه بمطرح ثاني مغاير كليا، لانه الفاتيكان هو والبابا بالتحديد، بنرجع هيدي بنشدد عليها، البابا اول ما طلعت انتفاضه 17 تشرين علنا طلع ودعم ثوره الشعب اللبناني ضد السلطه وضد الفساد وضد الفاسدين. نعم، الا لابد من السؤال، بحسب معلوماتك هل كان هناك أي حوار داخلي بطريقة سياسية معينة، تحديدا شق حزب الله وشق العهد بشكل عام سياسيا؟ كلا، هو الحوار يعني نحن اوقات بنصغر الامور، هيدا بابا الفاتيكان، هيدا مش عم نتحاور ولا مع بارولين. ومع بارولين كان الحوار الاساسي على هودي ثلاث نقاط اللي ذكروا البيان، ابدا ما تم ذكر حزب الله. في حمله منظمه صار لها تقريبا شهر عم تقول انه يا بطرك الراعي، يا مسيحيه، يا روح تحاوروا مع حزب الله. مش مزبوط، مش مزبوط، اكيد بيدعي للحوار الداخلي معك بين كل الاطراف وكل الافرقاء، بس انه انذكر انه روحوا اعملوا شو بده حزب الله، هيدي ابدا مش مزبوطه نهائيا، لا خلال لقائه مع بارولين ولا خلال لقائه مع البابا. نعم. يعني هيدي ابدا مش مزبوطه. اخيرا البابا حدد شيء انه جاي على لبنان؟ لا، البابا بيقول بده يجي على لبنان، والبطرك كان قبله تقريبا من شي شهر بروما وقال انه لبنان البابا دائما بحب يجي على لبنان، بس هي الفكره انه ما في موعد لزياره البابا للبنان، ابدا ما في موعد ولا في يعني تحضير الى اي امكانيه للزياره. ممكن تتم الزيارة، مش عم نقول ما في زيارة. نعم. ممكن تتم، بس ما في موعد محدد لزيارة البابا. نعم. للبنان. وكل المواعيد اللي عم تضرب وعم بيقولوا ساعة وقتها بده يجي لهون وساعة، مش مزبوطة. يعني البابا هو سياسته واضحة تجاه لبنان، خلينا نرجع نوضح البوصلة. نعم. دعم انتفاضة الشعب اللبناني بوجه الفاسدين،
تقوية الدولة، وهذا أكيد ما بيخدم العهد ومجموعته، والمباشرة بالإصلاحات وبكل الملفات. وهذه كمان شغلة، البابا عنده نقمة، مش البابا، الكرسي الرسولي عنده نقمة على سياسة العهد كمان. وسؤال ميشيل عون بالفاتيكان أنه أنت كرئيس جمهورية شو عم تعمل؟ يعني موجة الهجرة اللي عم تصير هي أكبر موجة يمكن عم تصير بعهد ميشيل عون، هجرة مسيحية. يعني أبدا مثل ما عم بيصوروا أنه كان لقاء كتير أشاد البابا بميشيل عون وكير، لا بالعكس كان في مساءلة، يعني لقاء مساءلة. نعم، أنا بشكرك على هذه المعلومات الصحفي ألان سركيز، وبهذا نأتي إلى الختام. نعم، إيه للأسف أخذنا من وقت الزميلة جوزيفين ديب بسبب العطل والاتصالات. أنا بشكرك ألان.